حياك الله يا ابو تركي. مرحبا يا شيخ. يا هلا وغلا. الحمد لله. الرجل هذا تخبره قابلته في سمن السمين؟ اي سمن السمين اي. في مهرجان احمري بالحمر. بالحمر. واليوم ما شاء الله في مهرجان. هذا بيشا السفري ولا. يا سلام. السفري حق المهرجان. تمام. ايوه شوف هذا حق زراعة المياه البيئات الوزارة. 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 كيف انت تشوف هذا مهرجان بالله؟ والله 100 يا شيخ. والله ترتيب 100 شيل تمر ولا ما في شيء. لك 10 كرتون هدية إن شاء الله اليوم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. إيش في كلام هذا بك يا مرحبا كيهالي. كيهالي. تيجي. تيجي. أتشاهي. أوتشو. إيش مرقي. نعيري لي. مرقي يا شا. أجل نتعشى عندك إن شاء الله يا أبو تركي. مرحبا اليوم عشاء. يسعدني من والله. السفري حق البيشة. يا سلام. ما في تاني سفري. مرة. بس عشاء سفري. بس. متى يفتح مهرجان متى خلص؟ بادي ولا ما في معلومة. دل هنا أنا يجي جديد. ايوه ما في اعرف ما في كفيل لكن ان شاء الله بكره اعرف وانا موجود هنا. يا سلام عليك شرفنا والله يا ابو تركي. الله يسعد قلبك وما قدرك وفرصه سعيده ومتابعينك وانت ما شاء الله عليك سواء كل الناس يتابعونك. الله يرضى عليك والله العظيم انسان محبوب وانسان ما شاء الله وتغطياتك وامورك تصويرك كل شيء والله الحمد لله. في ناس يعني شوف لك مقطع عندي في التيك توك الاول وما شاء الله يعني ضرب وحقيقه الناس يثنون عليك وانا فعلا تفاجات يعني انك معلم ما شاء الله تبارك الله ومرح و الله يطول عمرك الله الله يزيدك من اللهم امين فضله ويحفظ لك تركي الله يطول عمرك واخوانك كلهم اللهم امين يعطيك الصحه والعافيه وما قصرت وفرصه سعيده اني قابلتك والمتابعين لا تنسون كلم باكستان شيل على السنابه حق ابو تركي وركب جوا بعدين انتم كلهم مزافين تعالوا مع السلامه الله يحفظك.